بين المغرب وبلغاريا علاقات متجذرة، علاقات قوية، علاقات متينة. احتفلنا هذه سنتين بالذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وخلال كل هذه السنوات كانت العلاقة قائمة على الصداقة الصادقة، على الحوار وعلى التضامن والتعاون. علاقتنا التقليدية، علاقتنا بحال اللي قلت مبنية على واحد الصداقة متينة، أو حتى التعاون اللي كان في مجموعة من القطاعات. ولكن اليوم في هذه الزيارة اللي كتقوم بها السيدة الوزيرة، اتفقنا على أن تعطى دفعة أخرى للعلاقات الثنائية، وبأن نرفعها إلى شراكة حقيقية من خلال تكييف إطارها المؤسساتي، باش يولي كيواكب هذا الطموح اللي كاين في العلاقة الثنائية. أننا الإطار القانوني نحدثوه كذلك باش يولي كيساير الأولويات اللي كنشتغلوا عليها، وأن كذلك نركز على بعض القطاعات المهمة بالنسبة للبلدين، بحال القطاع ديال الأمن الغذائي، بحال القطاع ديال الطاقات المتجددة، بحال القطاع الثقافي وغيرها. اللي شفتو اليوم وقعنا في هذا الإطار على 3 ديال الوثائق، سواء في مجال التعاون الثقافي، التعاون في مجال الشباب، سواء في مجال السينمائي، أو البيان المشترك اللي كي يحاول يأكد على هذه الروح الجديدة اللي خصها تكون في العلاقة الثنائية، واللي فيه مجموعة من المواقف من البلدين حول مستقبل علاقتهم الثنائية وهذا الطموح بأن هذه العلاقة تزيد تقوى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.